منتابع فقراتنا مثل كل نهار احد عندنا محطتنا الرياضيه ما بننسيها ابدا مع هبه 1 2 3 وضيفه لليوم. صباح الخير. صباح النور. شو رياضة خيلك بتدفي بالايام؟ اكيد رياضة حركة حركة. بدي اقول كمان اكيد صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم حلقتنا كثير مهمة غادة. غير لانه ضيف مهم ادي نصر ادوارد بدي اقول لك صباح الخير. صباح الخير. اشتقت لك. وعالم الصباح كله اشتقت. ايه زمان وينك يا عمي؟ عم بيتقل شوي بس ماشي الحال ماشي الحال رجع لعنا. رياضة بنعرف انها كثير مهمة بحياتنا اليومية عندها إفادة كتير لألنا ولجسمنا صح. يعني نفسيا وحتى جسديا بس بمرحلة فيها تتحول هالنعمة لنقمة يعني مثل ما إلها إيجابيات ومثل ما إلها صفات منيحة بنفس الوقت في عالم بتروح كتير يعني اكستريم بسبور او ما بتعرف كيف تشتغل مزبوط بالرياضه لتضل الرياضه هي نعمه بحياتها. ادي اليوم حيحكينا تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، امتى الرياضه بتبطل ايجابيه للانسان او لجسم الانسان وامتى بتصير اذا فينا نقول دمار له. هالقد؟ ايه اكيد. اوكي قبل ما بلش الحلقه بدي اقول انه الرياضه طبعا مش ما تتفاجئي غاده، الرياضه اكيد كلها بنفيتس بس ببعض الاحيان معقوله تاذينه بس اكيد عرفت انا لما بعمل رياضه مش ما تاذيني. لا مش هيك رح اقول انا رح نقول انه لازم كل شخص يعمل رياضه، الحلقه مش دوره انه نضوي على اخطاء الرياضه لا لانه الرياضه هي كلها بنفيتس بس مشان نتجنب هالكم شغله البسيطين اللي بيصيروا وتمشان محور موضوعنا رح نحكي عن مخاطر الرياضه من 3 جوانب صح. الجانب الاول هو تبلش ناخذ منشطات بالرياضه، الجانب الثاني هو الباد موفمنتس او تنعمل حركات غلط، وثالث نقطة ما نحكي فيها هي وقت الاشخاص يبلشوا ما يتسمعوا على جسمهم هن عم بيعملوا رياضه، يعني اذا واحد مثلا حس بعبقه او عرق مسقع مثلا ما وقف، هول الثلاث اللي هلا بنتفاجئ ايه هول لانه في لا لانه أكيد. ايه يعني في عم تقول انت عرق يعني في خطر على حياته ايه اكيد ايه وبيضل مكفى والى اخره، لو كانوا هول الاحتمالات هن كثير بسيطين يصيروا بس في احتمال يصيروا، مشان هيك حلقتنا اليوم بدنا نوعي العالم على هول الموضوع على هيدي الاشياء. بدنا نبلش باول نقطه، بلش بركي اذا شيء باول نقطه اللي هي الهرمونات اللي عم تتاخذ اللي عم نشوفهم عم ينتشروا بالنوادي بشكل كثير كبير بشكل مخيف، والهرمون او الستيرويدز عنده كثير سايد افكتس منها شورت تيرمز يعني بنشوفها دغري وبتكون مش كثير خطره ومنها كثير خطره. رح نبلش مشان ما نصدمك غاده بعد اكثر بعرف هذا الموضوع انا كثير بيزعجني كثير بيزعجني لانه عم شوف كثير شباب عم بتوعي وعم بهيدا وعم بيرجعوا بيروحوا وياخذوا وعم ينقذوا يعني اليوم رح نجرب قد ما فينا مين المسؤول عن هيدا الشيء؟ يلا هلا رح نقول لك رح نجرب قد ما فينا نوعي على هيدا الموضوع، رح بلش بالسايد افكتس تبع الهرمونات اللي عم تتاخذ بالنوادي، وهون اكيد لازم نقول انه الهرمون مش يعني بروتين هلا كمان بنرجع نحكي اكيد بنبلش بالسايد افكتس اللي هن مش كثير خطرين ببلشوا بالأقنعة او الحبوب يلي تنتشر على كل الجسم. ثاني شغله في عنا المود سوينج يعني بنشوف هالشاب او الرجال صار ساعه زعلان ساعه معصب بالمدرسه ما فيها تحكي معلمته او حتى بالبيت مرته بركه او خطيبته ما فيها تحكي كلمه، بنشوف الرود ريج يعني بيصيروا على الطرقات يعملوا مشاكل تكسير بيصيروا هول القصص كثير. في عنا كمان حاله التعب يلي بتصير هي اوكي بتعطي قوه بس بذات الوقت بتعطي حاله تعب وبتاثر كثير بالشغل على الاشخاص، بعدني عم برجع اقول هلا عم نحكي على بتعطي تعب ليه؟ لانه بتعطي انرجي بعدين واحد مثل كانه اكزاكتلي بترجع بتنزل. في عنا كمان مشاكل غير قصه الحبوب، في عنا الجلد تبعت الاشخاص اللي بتناولوا الستيرويد بتصير لونه اصفر، في عنا شغله كثير بنعانيها هي تساقط الشعر عند الشباب لو كانوا شباب صغار يعني بال 25 سنه بتلاقيه من هون صار اصلع لانه عم ياخذ ستيرويدز، في عنا كمان حاله الديبرشن بيعملوا كمان ديبرشن، وبلاس في عنا المشاكل يلي بالجونتس يلي بتصير من وراء الستيرويدز، لانه بالستيرويدز نحن صار عندنا قوة كثير كبيرة عم نحمل كثير اوزان وهذا الشيء بخلينا اكثر بطاقة جسمنا. هلا هول كلهم مضبوط، هول كلهم اللي حكيتهم هن مشاكل خفيفة، هلا رح نبلش بالمشاكل الأكبر يلي هي تتعلق بالكارديو فاسكولار أو كله هيدا خفيف ايه هول خفيف نسبة للي هلا رح أحكيه، رح نحكي عن مشاكل القلب، مثل ما بتعرفوا القلب هو عضلة، وإذا ناخذ الستيرويدز هذه العضلة بتكبر مثل حيلا عضلة بجسمنا وهذا الشيء بيسبب لها مشاكل كثير كبيرة، والأهم من هذا كله هون ما عم بيعرفوه الشباب إنه تناخذ الستيرويدز الكوليسترول العاطل أو ال LDL بيعلى كثير
اوكي وضيعها القلب قلبي سيف عنا تسكين بشريين. مشان هيك بنشوف كثير اتلات انترناشونال وبروفيشنال بالعمر ال 40 35 سنه يعني بعضهم شباب توفوا فجاه لانه الشريين تبعوا القلب لانه الكوليسترول كثير بيعلى وقت ناخذ ستيرويد بيسكروا وبنوع بيعملوا اكتيفيتي بيؤدي لمشاكل بالقلب. هذه مشكله عم بتصير بلبنان وبتصير وين ما كان. اصلا سمعنا بشباب مزبوط يعني في شباب توفوا ماتوا من وراء القلب. هذا اللي عم بقوله انا انه كثير عم نسمع يعني اشخاص بيمثلوا معروفين عم بيتوفوا من وراء هذه الحاله. سو اول مشكله رئيسيه هي مشكله القلب. ثاني مشكله كمان كثير مهمه ورئيسيه هي مشكله الكلاوي والكبد. كلنا بنعرف الكلاوي قديش مهم هو بيعمل فلتراسيون للجسم. وقت ناخذ نحن كثير ستيرويدز الكلاوي بدهم يضربوا لانه دورهم يعملوا فلتراسيون. عم بفوت على جسمنا اشياء كثير غريبه. الفلتراسيون رح تكون كثير اقوى رح يصير في عندها عم تشتغل اوفر تايم هالكلوه. مشان هيك اذا بنراقبهم بنشوف البول يلي وقت يفوتوا على التواليت بشوف بيكون لونه كثير اصفر كثير لدرجه لانه كلاويهم ما عم بيوقفوا يشتغلوا تيطلعوا من جسمهم هالقصص اللي منها منيحه. وهون بيندربوا الكلاوي ومع الوقت في احتمال يصير نغسل كلاوي. سو هيدي ثاني مشكله كثير كبيره. بلس في عندنا ليفر او الكبد. الكبد كمان معرض يصير في بقلبه كانسر من ورا الستيرويدز. نكفي؟ كفي عملت لي انا من غير شيء بس انه قد ما عم بسمع وعم بيكونوا الشباب هيدا هلا ماشي وجعتني معت على الاخبار كلها. احنا اكيد لما نوعي اكيد هلا في عندنا مشكلة كثير عم بتصير وبتصير دغري يلي هي المشاكل اللي بتصير بالصدر عند الشباب. اكيد بياخذوا الستيرويدز انه رح يعرفوا هلا شو عم بحكي. واذا نحن ناخذ الستيرويدز او هالتستوستيرون في عنا عملية بيصير هو كونفرتد بجسم بيتحول لاستروجين. الاستروجين هو الهرمون النسائي. سو بيطغى الهرمون النسائي عند الرجال لو اخذوا تستوستيرون. هي العملية اسمها اروماتيزيشن. ما رح افوت كثير بتفاصيل الكلمات بس تحويل. بس هي بتحول وهيدي بتسبب وعلى طول بتصير حوالي 95% اللي هي بنسبة عالية بيصير عنده على النيبلز على صدره كثافة لا لحم زياده. وهيدي مش على طول بتتعالج بالحبوب تتروح. في كثير اوقات في شباب صغار عم يعملوا عمليه وبيضل في عندهم سيكاتريس لطول العمر تيشيلوها. واو سو هيدا كمان شغله كثير خطره. وبعد في شغله بدي اقولها او شغلتين. في عندنا الضغط. بدنا ناخذ الستيرويدز هن بيعملوا ووتر ريتنشن يعني بيحبسوا المي بالجسم. كلنا بنعرفه طيب نحبس المي بالجسم الضغط كثير بيعلى وانا عم بعمل سبور وضغط كثير عالي. هذا كمان عم بيؤدي لوفيات بقلب الجيم او بالبيت يعني بس من وراء الستيرويدز. بنكفي بالسايد افكت. كفي في عنا موضوع طلع ضغط وجعتني معتي. كلنا بنسمع انه اذا رجال عم بياخذ ستيرويدز الفكتريتي او الخصوبه عنده تنعدم. اكيد هيدا لانه حتى التستيكول تبعيته بتصغر وما بعود السبيرم تبعوله مظبوط. لانه ليش؟ لانه هو التستيكول تبعيته ما بعرف رح تشتغل بالكيس وده هو عم ياخذ كثير تستوستيرون. ليه؟ لانه جسمه ما بيعود يفرز هالتستوستيرون لانه عم ياخذ كميه كثير كبيره. سو بيوقفوا التستيكول تبعوله وبالتالي من بعد ما وقف هالسايكل هو رايح لعقم. السبيرم تبعوله كثير رح يوتو. مشان هيك بنقول انه اذا بتلاحظوا الاتلات انترناشونال البروفيشنال بيطلعوا على الستيج بتلاحظوا نسبه منهم ما عندهم اولاد لانه من وراء السبيرم. بس هون بدي اقول هوليك يمكن فينا نقول مجبورين انه هذه شغلتهم. بس نحن كشباب بنمارس الرياضه مانا ابدا ما لازم نروح اكستريم ابدا هالقد اكيد 100%. سو هول هن مشاكل الستيرويدز مثل ما قلنا في منهم مشاكل شورتر ومنهم كثير اساسيات وفي مشاكل كثير اكبر بتؤدي لمشاكل بتودي اوقات للوفاه خاصه انه ادي نحن قادرين نعمل جسم مرتب صح فت مع شيب حلو وبلا ما نفوت بهالخبريه كلها يعني مية. يعني مسابقات كمال الاجسام وكذا لحظه بس من 50 سنه كانوا موجودين المسابقات وكان في عضلات وكان مزبوط. في بس ما كانوا ياخذوا يعني اذا بتقارني باجسامهم من 50 سنه اذا ما نشوف مثلا ارنولد اللي هو ربح مستر اولمبيا كذا مره اذا بتلاحظي نوعيه جسمه غير هلا الاشخاص اللي عم يربحوا. اذا بتلاحظي كلهم عندهم نفخه كثير كبيره ببطنهم على ان كنتوا ما بتتابعوا هلا ما بنعرف تفاصيل هالقد نحن ما بننتبه بس انه ارنولد ايضا هلا من فتره حكي عن هذا الموضوع لانه بياخذ الانسولين والانسولين هذا كمان بيعطيك كثير عضل والريسبترز تبول الانسولين موجودين بالانتستا او بال سو بينفخ كثير بطنه لو كان عندهم عضل. سو هذا ردا على سؤالك انه كيف كانت قبل وكيف صارت. طب اديت بدي اسالك سؤال يعني حنضلنا بفتكر بهالنقطه بركي حلقه الجاي يعني لانه على الوقت بنكفي بالحلقه معي بعد دقيقه على القد بحلقه الجاي بنكفي النقاط الثانيه. بس بدي اسالك عن الستيرويدز هلا لانه عم نحكي عنهم
في طريقه منظمه او عم نحط اكس على انه لا ممنوع؟ اكيد بنحط يعني اكس، بنحط اكس للاشخاص اللي كثير صغار بالعمر، بنحط اكس للاشخاص اللي عم يتناولوها بطريقه من دون فولو اب. بس مش عم بقول اذا واحد عمل فولو اب يعني مسموح ياخذ ستيرويدز، بس الاشخاص اللي بيصيروا شوي ادفانس بالعمر وهن حابين يكفوا بمسيره البادي بيلدينج، ما عم نشوف انه نسبه كثير كبيره تلتجئ للستيرويدز، بس بدها تكون كميه كثير قليله. انا مش عم شجع اكيد، بدها تكون كميه كثير قليله، وبده ينعمل على طول فحوصات دم، بده يشوف الكلاوي تبعوله والكرياتينين بجسمه قد ايه، يعني في فولو اب طويل عريض. مش بناخذ ستيرويدز هيك حيالله منسبب بمشاكل. بس برجع بقول انا ما بشجع على اخذ الستيرويدز، ممنوع حدا ياخذ ستيرويدز، بس عم بقول الاشخاص اللي بيشاركوا بمسابقات لانه مجبورين ياخذوا ستيرويدز طيطلعوا على الستيج هلا بهذا العصر، سو لازم يكون في عندهم فولو اب. بس هون هيبه لو ما يخص وقت بدنا نميز انه هلا الاهالي رح يتصلوا فينا مثل كل مره وبيخافوا من قصه البروتين. البروتين هو شيء كومبليتلي ديفرنت عن الستيرويدز، بس مش معناتها انه كمان بيقدروا ياخذوا كميات قد ما بدهم والى اخره. طيب ويعملوا كل حلقه الجاي مفروض نكفي هيدا الموضوع. بعد في بعرف بعد في نقاط كثير مهمه، حتى القصص اللي بنعملها كل يوم مثل بنشوف ناس عم تركض لابسه كيس نايلون الى اخره، في عنا كثير اخبار. ادي حلقه الجاي اكيد لازم نكفي بعض المشاهدين. اكيد اكيد بدك تكفي حذري لانه جاوبني على سؤال اللي هو مين مسؤول؟ مين المسؤول؟ هلا نحن مثل ما بتعرفي وضع الجيمات بلبنان ما في وقت، ما في وقت. المسؤول هو اللي هو الشخص اللي بيكون مسؤول عن حاله، وكمان صاحب الجيم او الترينر بده يكون كمان عنده مش يكون يحب حاله ويحب المصاري، لازم يحب. اوكي هذا موضوع يختلف لانه هذا ما فتنا بدباجه ثانيه انه مين له حق يفتح الجيم، كيف، مين بيراقب، وين الوزارات المختصه الى اخره، موضوع اخر. هلا جاي حنكفي اكيد غدا ضروري. ميرسي لك هبه ولضيفك، خليكم معنا مشاهدينا، بريك وبنرجع منتابع.